يقول السائل: هناك من يقيم ملتقيات دعوية ومحاضرات، ويقول إنه لا بأس أن يدعى لإلقاء محاضرة أحد المبتدعة إذا كان لا يدعو إلى بدعته في محاضرته، يقول هل هذا الأمر صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إذا دعوت المبتدع وألقى محاضرة الناس يقبلون بدعته ويقولون هذا ما في بأس ولا فيه، فيقلدونه ويتبعونه. لا، ما يجوز هذا. نعم.